مساء الخير في النشرة الإخبارية الأسبوعية نيوز روم، التي سنوافيكم من خلالها أبرز الأحداث والتطورات التي حدثت في لبنان طوال هذا الأسبوع. تبدأ النشرة بالعناوين: القاضية غدا عون تدعي على مصرف SJBL، زلزال جديد يضرب ولاية هتاي، حريق كبير في منطقة النعمة، مولوي يتوجه إلى قوى الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، دولار صيرفة إلى ارتفاع، أول حكم قضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت، الموت يغيب رئيس اتحاد بلديات الكورة، المصارف تعلق الإضراب لمدة أسبوع، حلحلة في مواضيع جوازات السفر. يوم يتلو الآخر والمشاكل تزداد وتتعقد في لبنان أكثر فأكثر. قضائياً، ادعاءات على المصارف وتدخلات سياسية بالسلطة القضائية كانت من أبرز الأحداث هذا الأسبوع، إلى جانب أول حكم قضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت. هل نفرح لأن الحقيقة بدأت تنكشف رويداً رويداً؟ أم نحزن لأن الخارج يهمه أكثر من القضاء اللبناني كشف حقيقة من قضى على أكثر من 222 ضحية وشوه وجه العاصمة؟ سياسياً، ما زال قصر بعبدة ينتظر من يسكن فيه ورفع العلم اللبناني على قمته. أما اقتصادياً، زلزال الدولار ما زال يهز اللبنانيين، والأسعار في الأسواق المحلية لم تعد منطقية على القدرة الشرائية للمواطنين. بعد الادعاء على بنك عودة الأسبوع الماضي، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غدا عون على مصرف سوسيتي جنرال SJBL بعدما امتنع عن التجاوب مع طلبها برفع السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارته، فقامت بالادعاء عليه بجرم تبييض الأموال. وفي بيان صادر، رفض مصرف سوسيتي جنرال رفضا قاطعا كل الاتهامات الواردة في الشكوى والقرار الباطل المذكور لعدم ارتكابه أي أعمال مخالفة للقانون. وصرح أيضا في بيانه أن القرار المشار إليه أعلاه الذي يقع في غير محله الواقعي والقانوني على حد سواء هو قرار باطل وكأنه لم يكن صادر بدوافع واعتبارات سياسية بحتة عن قاض تم كف يده عن الملف من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى. وختم بيانه مؤكدا على أن مصرف SJBL ورئيس مجلس إدارته السيد أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختص بجميع وسائل الدفاع الآلية إلى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحازة من قبل القاضي عون، وفي مطلق الأحوال إلى إصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أي مخالفة قانونية من أي نوع كان. ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريكتر ولاية هتاي جنوب تركيا، وقد شعر بالهزة الأرضية سكان لبنان وسوريا وفلسطين، وقد أدى هذا الزلزال إلى انقطاع الكهرباء في أنطاكية. أما في لبنان، هرع بعض الأهالي الذين يقطنون في الطوابق العليا إلى الساحات والشوارع والحدائق خوفاً من هزات ارتدادية أخرى. وفي بيان، أفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية أن هذه الهزة تبعد 200 كيلومتر من شمال لبنان، وأكد أنه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة، وليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط. شب حريق في منطقة النعمة في الطابق الثالث من معمل كونكورد بسبب احتكاك كهربائي، وتصاعد الدخان الأسود في المنطقة ومحيطها، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنعه من الوصول إلى سائر طبقات المبنى والمحيط. وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل 5 عمال من معمل كونكورد، حالتهم لا تدعو إلى القلق، وهم أصيبوا بضيق تنفس واختناق، إلا أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لعامل باكستاني بعد نقله إلى المستشفى.
صدر عن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارا وجهه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طلب منهم ضرورة التقيد بمضمون ما جاء في كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء وعدم مؤازرة أو تنفيذ أي قرار أو إشارة تصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا العمل. صدر عن مصرف لبنان بيان أعلن فيه أنه بلغ حجم التداول على منصة صيرفة 25 مليون دولار أمريكي، أي بمعدل 45 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. قضائياً أيضاً، مكتب الادعاء في نقابة المحامين يعلن في بيان عن صدور أول حكم خارج لبنان في ملف انفجار مرفأ بيروت، فبعد مرور سنة ونصف على انطلاق الدعوى المدنية ضد الشركة الإنجليزية سافارو وتبادل اللوائح وعقد الجلسات، حكمت محكمة العدل العليا البريطانية بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا. انتقل إلى ديار الآب رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بوكريم بعد صراع مع مرض السرطان، وحدادا على ذلك أقفلت جميع بلديات قضاء الكورة أبوابها نهار أمس الجمعة 24 شباط 2023. ففي هذه الحادثة الأليمة تتقدم أسرة دي تي في بأحر التعازي من عائلته ومن الكورانيين كافة. أعلنت جمعية المصارف في بيان أنه بناء لتمني دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتحسسا من المصارف بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتا ولمدة أسبوع على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية. بعد توفر كمية من جوازات السفر البيومترية، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن الآلية الجديدة للاستحصال على جوازات سفر وفقاً لما يلي: اعتباراً من 6 آذار تلغى كافة المواعيد الممنوحة سابقاً على المنصة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة، ويمكن للمواطنين اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه التوجه مباشرة إلى المراكز الإقليمية للتقدم بطلب جواز سفر دون الحاجة لموعد مسبق. أما فيما خص الراغبين بالاستحصال على جوازات سفر بصورة مستعجلة لدى دائرة العلاقات العامة، يمكنكم تسجيل مواعيد جديدة على المنصة اعتباراً من 1 آذار لتحديد موعد خلال 5 أيام كحد أقصى. ختام النشرة، يمكنكم متابعة أي جديد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لدي تي في لبنان. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.